كم؟ اهلا بكم متابعينا في كل مكان. احنا معاكم في لايف جديد في محافظة الغربية ومع عم احمد. عم احمد هنا بيصطاد بايديه السمك زي ما انتم شفتوا وبيطلع يرميه على الشط. بدأ يساعد الناس في انقاذ ولادهم وانقاذ نفسهم في كل محافظات مصر. رقمه محطوط كده لاي حد رايح وجاي، كل اللي محتاج مساعدة بيرن عليه حتى لو نص الليل بيقوم ويطلع وينقذه. شايف نفسه سباح ماهر مفيش زيه. كل اهالي قرية الدلجمون في مركز كفر الزيات هنا في محافظة الغربية بيحبوه، واي موقف بيتعرضوا له بيرنوا عليه عشان يجي ينقذهم. بيحدف السمك على البحر. مقضي حياته كده للسباحة وانقاذ الناس ورمي السمك وصيد السمك. سيبها سيبها سيبها. رزق وسمك صاحي زي ما انتم شايفين كده متابعي ابو كبير ميديا. عم احمد طول اليوم قاعد بيعوم يصطاد السمك. هذا الشبل من ذاك الاسد ابنه كمان اللي انتم شايفينه هناك ده بيطلع معاه يعوم ويصطاد، والاتنين بيصطادوا السمك بايديهم من غير لا صنارة ولا عود. بينزل يختفي ويظهر فجأة. بيصطاد السمك وبيرميه على البر. حرام يا ربنا. عايز تصطاد ايه يا عم احمد؟ خلاص يعني داخلين على الليل وهو برضو مازال بيمارس المهنة بتاعته وبيصطاد السمك بإيديه.
تعالى ورينا انت اصطدت ايه بقى. تعال كل يوم 6 سمك كده. تعالى بقى يا عم احمد كلمنا، عرفنا بنفسك الاول. لا زي ما انت، زي ما انت مكان تمام. كل اهل الدلجمون هنا بيشكروا فيك وبيقولوا ان انت لله. بتساعد كل الناس من غير فلوس. الحمد لله الحمد لله. قولنا بقى يا عم احمد انت سايب رقمك فين؟ رقم على الصفحه بتاعتي كده، بتساعد كل الناس، احكي لنا. اي طيب واحد في اي زي ما انت مكانك كده بلاقي حد يرن عليا بتوجه لمكان واقع الورق بروح اطلعه. في ناس بيرنوا عليك من بلاد تانية ومحافظات تانية؟ من المنوفية، من أي بلاد حوالينا، وأرقامي مع ناس كتير، يعني أرقامي مع الناس كلها، حتى لو واحد عايز رقمي بروح لواحد تاني يرن على واحد صاحبه. عارفين إن أنت ما بتأخرش عن حد. لا 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 ما بتأخرش، عمري عمري ما رضيتش على حد، وعمري تليفوني ما كانش غير المتاح. فات سنين على وفاة بنتك ومازال الحزن لسه، ومازال الحزن لسه في عينيك. كان غالي تطلع امها بسببها، كان غالي. ما كنتش موجود وهي بتغرق؟ لا 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 كنت نايم، كنت موجود جاي تعبان مرهق بقى اطلع غرقان، وجيت نمت نمت، وقبل ما انام قلت، فاهمه كلامي؟ قلت خلي بالك البيت، وقلت امها قالت لي عايشه بقى لها 5 سنين وجاي هتغرق النهارده يعني. كنت حاسس انها هتغرق يعني؟ كنت حاسس انها انا شفت رؤيا وانا جاي بعد ما طلعت الواحد ده، اللي انا اللي بطلعها طفله صغيره مش راجل، مش شاب، هو كان شاب 19 سنه. انت كنت بتطلعه منين؟ محافظه ايه؟ من احكي لنا بقى، احكي لنا ايه اللي حصل. دراجين. كان غرقان في عند العيون بتاع الدراجين دي، بوابات وعيون وكده. جولي جماعه بعربيه خدوني، رحت معاهم، كان الساعه 2 بالليل. طلعت الساعه 8 الصبح، وجبت بعده روح. حكيت مع الست بتاعتي خلي بالك من جبته وكده، ودخلت صحيت بقى على حالة الغرق دي. نقول رصيد لنا وربنا جعلها شفيعنا بعد شفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ودي خير يعني، خير ربنا ايه الحمد لله يعني. ايه هذا الشبل من ذاك الاسد يا عم احمد؟ يعني ابنك احنا شايفينه هناك كده برضه بيعوم وبيصطاد. تمام تمام. انت علمته بقى الصيد بايديك كده؟ انا كنت متعلم وانا صغير زيه. انت عندك كام سنه؟ كان عندي 7 سنين. انا كان عندي 7 سنين. عبده عنده كام سنه؟ عبده عنده 11، بس انا اللي مش عايز انزله من زمان، انما هو عويل. يعني في واحد بغرق كان رابط حصان، رابط حبه على وسطه كده، والحصان شد ونزل. عبده الصغير ده نزل جابه ما شاء الله، بيعوم يعني كويس. نزل جابه، بقول له ازاي تنزل في صدك وغرقت؟ قال لي يا بابا روح ازاي؟ يعني حسيت ان شعوره دي ابن 10 اتعلم منك يعني زي برضه. قال تنزل بيجوا بقى يقول لك علمنا كده العوم وان احنا نساعد وننقذ الناس. بيقول علمني العوم، بعلمهم من العيال الصغيره اهاليهم بتزهق، اقول له لو هتنزل الميه من ورايا ما تجيليش، اعلمك العوم واتقنت العوم وعرفت ان انت بتعوم كويس اقول لك انزل اعتمد على نفسك. انما ما اتعلمتش وما اتقنتش العوم هتروح تنزل من ورايا تغرق. تمام؟ فاذا كنت شيطانك هيوزك والميه هتشدك وهتنزل من ورايا، لان الميه حلوه الميه جميله. هتشدك ماشي وهتنزل من ورايا، يبقى مفيش داعي ان انت تيجي اعلمك عشان ما تروحش تغرق من ورايا. يقول لك ده اللي كان بعلمه فلان، تجيب لنا نصيبه، ربنا يكفينا شر النصايب. فاذا كنت هتنزل من ورايا ما تجريش. وعمري ما علمت عيالي وخدت منه بتعلمهم كده لله يحفظوا نفسهم. كفايه ان العيال قابلني. الناس بقى اللي زهقانه من الحر وبتنزل تعوم. أيوة كده تقول لهم ايه؟ انا مترقبهم كده واتنيني قاعد كده في اي مكان وهم بيعوموا مترقب كده الحارس الامين بتاعهم هنا. من غير ما العيل بيعرف ان انا واقف، فاهم؟ هما يبصوا لا العيل بيغرق، حتى تلاقي بتاعت عيل دخل بيقول لك كنا بوابه تلاويس والبوابه اتفتحت علينا وعيل غرق زميلنا وعم احمد وجينا جه منين ما نعرفش جابه. فعلا انا كنت مترقب الموقف ده، كان معايا كنت قاعد قاعد سامعهم يعني قاعد. انا كنت رايح اصطاد بس شفت عيال ياما وفيهم عيل ما بيعرفش يعوم اصلا. فانا قلت الواد ده هيغرق وفعلا غرق، ونزلت طلعته وطلعت زمايلي وكده. طب احنا عايزين نختم بقى معاك يا عم احمد في الاخر كده، وانت بتجيب السمك. نعم وانت بتجيب السمك. حاضر. طبيعي يا ابو كبير ميديا، احنا كنا معاكم مع عم احمد هنا من محافظه الغربيه، زي ما انتم شفتوا كده بيجيب السمك بايديه من غير لا سناره ولا عود، مش اي حد بيقدر يعمل كده، واهب حياته لمساعده الناس من غير ولا جنيه.
بيختفي ويظهر.